أكد النائب عن تحالف البناء منصور المراعد أن التعامل مع زيارة الرئيس الأمريكي إلى العراق يجب أن يكون من منظور المصلحة العراقية ومراعاة ضعف العراق مقابل القوة الأمريكية، مشددا على أن لا يكون الرفض بدافع من دول أخرى أو يعكس توجهاتها. هاي قضية علينا ككتل سياسية أو كسياسيين أن ننظر إلى مصلحة البلد بغض النظر عن ردود الأفعال. إذا نجي نتحدث عن قواعد، غالبية الدول العظمى موجود على أرضها قواعد لدول أخرى، لكن علينا أن نأطر بما يخدم مصالح بلدنا خلال هذه المرحلة. بلد ضعيف لا يمكن أن يفرض إرادته على القوى الدولية وبالتحديد أمريكا. هذه القضية يجب أن ننظر إليها بدقة وبحذر، لا يكون الرفض لأجل الرفض أو احنا نعكس توجهات دول أخرى. هذا الكلام مرفوض، يجب أن ننظر إلى مصلحتنا الوطنية وين ما تكون.